الاحتيال ليس حصرا على مكان دون آخر، لكن السياح يعانون من النصب والاحتيال في مدينة كإسطنبول، خاصة من التاكسي، عبر فرض رسوم أكبر من أجرة التاكسي المسجلة أو اتخاذ السائق طرقا أطول لزيادة الأجرة. تركيا تخطط لزيادة عدد سيارات الأجرة في إسطنبول لمعالجة هذه الشكاوى ولحل أزمة الحصول على تاكسي متاح بالمدينة. حزب العدالة والتنمية الحاكم يعمل على تشريع من شأنه زيادة عدد سيارات الأجرة بنسبة 73% إلى ما يقرب من 32,000 سيارة، والهدف الوصول إلى نسبة سيارة أجرة واحدة لكل 500 شخص بانخفاض من 861 شخصا. عانت إسطنبول من إحراج طيلة سنوات من شكاوى السياح والنصب الذي يواجهونه من بعض سائقي التاكسي بالمدينة. في 2023 تلقت البلدية 72,000 شكوى بشأن سيارات الأجرة، تخيلوا الرقم. بالمقابل يشكو أصحاب سيارات الأجرة من أن الأجرة رخيصة للغاية مقارنة مع الجهد. برأيكم هل تخفف زيادة عدد سيارات الأجرة من شكاوى السياح أو تزيد عمليات النصب؟